ادي حضرتك حزوره. شوف مين بيقول العود دندندنلي والطبل طبطبطبلي وطبطبطو طبطبطو طبطبطو طبطبطبالي. لحظة، منين جبت هي الهي انت؟ مين بيقول بتعرفها للحزوره؟ هاي هي هي مو ما في حدا بيقولها، انت منين جايبتيها؟ هي على فكره قصة بتاخذ العقل. هي ابو جعفر المنصور هذا الخليفه العباسي هيك كان كثير على سلامته كان معي بالجامعه. طبعا على فكره هذا الزلمه كان كثير حريص على اموال الدوله وكان خليفه هو، واشترط على الشعراء انه كل واحد بيقدم قصيده لازم يكون القصيدة من قوله هو لحتى يعطيه عليها جائزة، وبتعرف الشعراء دائما بيسترزوا من وراء هي الشغلة، وكان هو في صفة رهيبة جدا انه أي قصيدة مهما بلغت من طولها كان يحفظها من أول مرة الخليفة، وكان عنده غلامة بيحفظها من ثاني مرة، وعنده جارية بتحفظها من ثالث مرة، فيجي الشاعر كاتب قصيدة طول الليل فيقول له اياها، يقول له بعطيك جائزه اذا هي القصيده مو محفوظه، يقول له اياها، يقول له بعرفها من زمان. فيقولها فينسطر الشاعر العمى، توارد الخواطر ببيت وبيتين مو بقصيده، بيقول له في غيري بيحفظها، جيبوا الغلام العمى، الغلام مو صاروا مرتين، جيبوا الجاريه ثلاث مرات. فسمع الاصمعي هذا اللي عم تقول هلا ارزي هدول الكلمتين، سمعت اصبعي اول شيء الاصمعي، لا مو الاصبعي، اجى الاصمعي فتنكر لانه كان شاعر مشهور واختار بعض الكلمات الرهيبه وعمل منها قصيده بحيث يعجز هذا الخليفه وياخذ منه جائزه كبيره. فبيفوت لعنده بيقول له بتعرف الشروط؟ بيقول له بعرفها. بيقول له قول اسمه صوت صفير البلبل. فبيقول له الاصمعي صوت صفير البلبل هيج قلبي الثملي، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقلي، وأنت يا سيدلي وسيدي ومولي فكم تيملي، غزيل عقيقلي قد طفته من زهرة من لثم ورد الخجلي، فقال لا 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 وقد غدا مهرولي، والقود مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي يا ويلني، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بأنفي أزكى من القرنفل في وسط بستان حلي، بالزهر والسرور لي والعود دندندن لي والطبل طبطبطب لي طبطبط 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 لي، والسقب سقسق لي شوى وشاهش على ورق سفرجلي، وغرد القمر لي مللا في مللي، ولو رأيتني راكبة على حمار أهزلي يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي، والناس ترجم جملي في السوق بالقنقنلي، والكل كعكعكعكع خلفي ومن حويللي، حتى مشيت هاربا من خشية العقنقلي إلى لقاء ملك معظم مبجلي، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدملي أسير فيها ماشيا مبغددا للزيلي، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصلي، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأذبلي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل.